اهلا بكم من جديد، كل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني في تخطي مباراته الاولى من نيوزيلندا، وكمان هنستمتع بماتش كرواتيا وتونس في الماتش الثاني يوم السبت، وان شاء الله نشوف المنتخب الوطني يتوج في مع الكابتن حسام باول بطوله، وتكون على استاد ان شاء الله كلنا شعرنا بالفخر بوجوده، استاد مصر في العاصمه الاداريه. كان جات لي رساله كابتن، انا وبتكلم كده من نيو جيزة، بتحكي لي تفاصيل كده عن موضوع كابتن جوبير، بس مفيش داعي نتكلم فيها. كان جات لي رساله كده يعني على التفاصيل بتاع الاجتماع مع الكابتن شوبير، يعني جات لي رساله، فبس مش هو يعني إيه، في تفاصيل كده، القصه ما كانتش انسانيه قوي وما كانتش مؤثره قوي زي ما حكيت يعني، فانا مش هحكي الرساله اللي جاتني. اسالك سؤال وجاوب عليه بصراحه، على حاجه ثانيه خلاص. انت تعرف عني كده؟ انا بهزر. لا ما انا عارف انت بتهزر، بس انت بمعاشرتك ليه تعرف عني كده؟ كان زماني شغال في النادي الاهلي. لو انا قلت حاجه وحشه كان زماني شغال. انت ليه خدت، ليه خدت ان انا ده انا كنت ده انا يا راجل، الراجل لسه خارج من جايز تلبسه في الحياه. ليه خدت الموضوع كده بسونيه؟ ده كنت اقول ان انت كنت يعني جامد قوي في الموقف، ليه انت يعني حد الرساله كانت بتدعمك، ليه انت خدتها على الناحيه الثانيه؟ طب عايز اقول لك على حاجه سريعا كده، شايف اتحاد الكوره او لجنه رابطه الانديه هتستجيب لنادي الزمالك وهتاجل مباراه بلديه المحله، خاصه انها جايه يعني بين مواجهتي الزمالك وفوتشر؟ ده امر طبيعي، وانا شايف ناس بتتكلم. طب ليه هقول لك حصل ليه اللجنه، ليه ما كانتش حازمه وقالت لك احنا هناجل ماتش؟ قالت لا لسه هنستنى اليوم السبت ونشوف وجهات النظر. بص يا كابتن، هم لازم برضه يعني ما يردوش على طول. صراحه كان في استياء في نادي الزمالك، يعني اصل الموضوع محسوم والماتش هيتاجل هيتاجل طبعا. ليه بتعمل اللبس؟ مش اللبس، هو ممكن يكون الرد كان بيبص وبيشوف وبيشوف الوقت ايه مش عارف، انما هو القرار ان هو زيه حقه طبعا حقه. وبعدين هو اجل للاهلي كتير، فما جاش انا هاجل للزمالك ماتش ولا ماتشين ولا حتى ثلاثه، ما ده الطبيعي، هي دي تكافؤ الفرص. فانا شايف ان الموضوع ان الرابطه هتوافق والماتش هيتاجل وما فيهاش اي مشكله. ناس بتتكلم يقول لك اصل الزمالك هيضغط على الرابطه، اصل الرابطه هتحن شويه. لا ما فيش كده، مش كل ما واحد يطلب حاجه والرابطه توافق يقول لك اصله اقلق منهم، ما كده هتخلوا الرابطه مش توافق على حاجه خالص. استجابه في الاهلي في التاجيل والحاجات دي بيبقى اسرع من استجابه للزمالك يا كابتن؟ من قبل الطلب اصلا. قبل الطلب بتحصل استجابه. بيبعتوا الموافقه وبعد كده الاهلي يبعت الطلب يعني؟ يعني طبعا. بص يا كابتن، الاهلي لعب كم ماتش في الدوري لغايه دلوقتي؟ بس خلي بس بالامانه، الاهلي برضك يعني في افريقيا وماتشاته وفقا للائحه يعني. اهلي وزمالك واي فرقه بتلعب في افريقيا لازم يكون في سيستم واضح ونظام. انا حطيت 3 ماتشات جوه مصر 4 ماتشات بره مصر، لو الدنيا اتشقلبت ما اجلش على الفرقتين. لكن هل ده بيحصل؟ لا، للاثنين. انا مش كلامي على الاهلي، حتى الزمالك المفروض، حتى انا يعني انا زملكاوي اهو، الزمالك يمشي عليه الشروط قبل النادي الاهلي، بس كله يبقى واحد. لكن اللي بيحصل لا، بتتاجل بالحب للفرقتين مش لفرقه واحده.